نعم أحبتي المشاهدين، جولة الصباح لهذا اليوم راح تكون من أحد المناطق المهمة في قلب العاصمة بغداد، وهي أحد المراكز التجارية الكبيرة في بغداد، وهي منطقة الرصافي. هذه المنطقة وهذه الحركة التجارية الغنية الواسعة راح يعرفها علينا زميلنا أركان الجابري، ونقول لك يسعد صباحك يا أركان، وكيف هي حركة السوق اليوم والمتبضعين في سوق الرصافي تحديدا؟ تفضل. صباح الخير زميلتي زينب، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مثل ما نوهتي نحن الان في منطقه الرصافي، واحده من المناطق المهمه في قلب العاصمه بغداد، والتي تقع في منطقه جغرافيه مهمه جدا في قلب العاصمه القديمه مثل ما يقولون، اللي هي منطقه الشورجه وكذلك المتنبي. يعني يتربع في هذه الساحه هو تمثال الرصافي المعروف عبد الغني، الرصافي الشاعر العراقي المعروف. ايضا امام هذا التمثال يوجد جسر، هو جسر الشهداء، وهو من الجسور القديمه في بغداد، بني في زمن الانجليز، الاحتلال الانجليزي. المهم نحن الان في هذه المنطقه، هذه اليوم تشهد حركه تجاريه، وما كانت وما زالت تشهد حركه تجاريه مهمه من كافه البضائع. هنا في هذه المنطقه توجد بضائع كثيره، منها الغذائيه وكذلك الكهربائيه والملابس وغيرها من البضائع المهمه. ايضا هنا توجد يعني كثير من التجار، هم التجار البضائع الكبيره جدا اللي يبيعون بسعر الجمله، وكذلك التجار الذي يبيعون بسعر التجزئه المفرد. مثل ما قلنا هذه المنطقة هي منطقة مهمة، يعني أيضا نرجع نحدد مكانها بالضبط، هي تقع في قلب العاصمة بغداد أمام منطقة المتنبي. هذه أيضا تشهد حركة تجارية مهمة وكثيرة من أصحاب المحلات وكذلك العربان الجرارة اللي هم الحمالين مثل ما يقال. جينا اليوم في هذا السوق لنسأل عن الحركة التجارية هنا ولنعرف طبيعة السوق والتسوق فيها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اسمك الكريم؟ صلاح حسن. من حسن صلاح، أريد أعرف من حضرتك، أنت هنا دائما تتردد منطقة الشورجة؟ والله نتردد إحنا من البصرة، نجي لبغداد سوق الشورجة، لأن بيه رخص وبيه حركة وأمان وحلو، يعني عاداتنا عادات قبيل. كل مره تجي البغداد يعني من المنطقه من محافظه البصره؟ نجي من محافظه البصره نزور الامام الكاظم عليه السلام، ونجي نتسوق منها نرجع لمحافظتنا، وندعي لامه محمد بالستر والعافيه والخير. شكرا جزيلا. ايضا زميلي عمار ممكن تتجول وياي حتى نشوف هذه المنطقه ونتعرف. السلام عليكم حجي يمي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انت عندك عربان هنا مال شنو؟ هذه العربان يعني عم نشتغل بها اجبان اجبان الصباح. إيه. من يا ساعه تفتح لحد يا ساعه تعزل؟ الساعه بالأربعة فتح لحد هيك وقت ابقى. حج احكي لي على السوق هنا والحركه البي الموجوده، يعني اريد اعرف من حضرتك يعني دائما تكون هنا مستمره الحركه، لو مثلا اوقات واوقات اوقات إيه؟ اوقات تبقى شو مرات بقى مرات يصير مرات يصير شغل زين حلو، مرات على مود المدارس عطله وهي تعرف، يعني شغل جزر، الشغل يجزر يوقف على نص يوقف، بس مو مثل قبل استاذ كان يشتغل خير ما نشتغل. نعرف هذه المنطقه يعني خاصه في يوم الجمعه ماكو جمعه. اكو بس اكو سوق الغزه المتنبي، اكو سوق العربي يشتري ملابس جهال نسوان هاي شغلات ترتيبات. شنو اكثر البضائع تنباع هنا؟ هاي العمال الجهال يبيعون جهال جهال رجاليه تكرم شحال بس تقصد. نعم شكرا جزيلا. السلام عليكم حجي. دائما تتردد او عندك محل هنا في الشورجه؟ لا انا من الحله اتردد. اهلا وسهلا. أيه. يعني دائما تجي للشورجه؟ لا مو دائما، يعني بالخمس شهور اربع شهور. شنو اكثر البضائع اللي تحب تشتريها هنا من منطقه الشورجه؟ يعني هي حسب عملي. طيب انت صاحب محل؟ صاحب محل نجار. أيه. نجار. ايه. تجي هنا تاخذ الشغلات اللي تختص الشغلات اللي احتاجها اخذها. ايه. ايه. شنو الشغلات الحلوه اللي تحب هنا بمنطقه الشورجه؟ والله هي شورجة كلها حلوة صراحة، شورجة كلها حلوة. أحلى نعم مكان أركان إذا كنت تسمعني. أكو قهوة أو فشل أركان؟ والله ما قاعد.
نعم زميلتي زينب. نعم أركان، إحنا نعرف عادة العراقيين عندهم مواسم للتسوق تزدهر وتكثر التسوق، ونشوف هذه الأسواق تكون يعني تعجب المتبضعين. اليوم إحنا تقريبا معظم المواسم اللي هي العراقيين هم بيتسوق اللي هي المدارس الأعياد كذا تجاوزناها، لكن إحنا بدنا ندخل على موسم جديد وعرفنا فصل الربيع وتفاصيله وبدينا ننتقل. تلاحظ إنه هناك حركة مثلا من نوع خاص مثلا لتغيير الموسم، بما انه قال انه هذا السوق يحوي به للالبسه الرجاليه للاطفال، ولا هو يعني هادي الى حد معين؟ نعم زميلتي زينب، سؤال حلو. هنا في منطقه الشورجه يعني وخاصه التجار، اذا نحكي تحديدا عن بيع الملابس، نجد ان تجار الملابس او تجار القماش اللي يبيعون هنا يبدون بعرض بضاعتهم قبل الموسم. يعني مثلا الملابس الصيفيه تعرض في نصف الشتاء، يعني حتى يكون هنالك حركه، او بالنسبه للتجار اللي يحبون يتبضعون من وقت لموسم الشتاء وكذلك موسم الصيف. يعني مثلا في عز الشتاء تريدين مثلا تشترين مثلا قطعه قماش شتويه يمكن ما تلقين، لان يبدون ينزلون الصيفي من وقت، لان تعرفين هي جمله تنباع. نعم. وتتجزأ بعدين، تاخذ الوقت يلا تاخذ هذا المسار. بالنسبه للبضاعة الاخرى ايضا، يعني احنا نشوف الشورجه لا توجد فقط الملابس والاقمشه، لا، هنالك الاجهزه الكهربائيه، هنالك الاجهزه الانشائيه، هنالك الاجهزه او البضائع الزراعيه والمحاصيل الزراعيه، كل ما يخص البيت وكل ما يخص الرجل والطفل والمراه موجود هنا في منطقه الشورجه. نعم. جميل جدا أركان، إحنا جدا شاكرين اليوم هذه الجولة الجميلة من سوق الرصافي في بغداد، وأكيد نعم. هذا السوق إلى خصوصية عند العراقيين. نعم. ليس فقط البغداديين، إحنا نعرف اليوم كثير من التجار من محافظات إذا كانت الجنوبية هم يقصدون هذا السوق للتبضع للبيع بشكل تجزئة. يعني ممكن أنا عندي عفوا زينب المداخل، أنا عندي وجهة نظر يعني أخرى بهذه القضية، قضية الرصافي والشورجة، يعني ممكن أتناولها الآن ب 30 ثانية. قضية الشورجة يعني إذا تعرفون أنتم، يعني ممكن أغلب الأموال اللي موجودة بهذا المكان اللي هو مكان في قلب العاصمة بغداد بأموال كثيرة جدا، لأن هو سوق الجملة، تجار كثيرين، معامل كثيرة، وبالتالي ممكن هذه المنطقة تحتاج إلى إجراءات سلامة أكثر من باقي المناطق. يمكن هذه رسالة إلى مديرية الدفاع المدني، لأن دائما ما تكون هناك حرائق لأسباب متداخلة، قدم البناء، قدم الأسلاك، كثيرة هي الأمور موجودة، العطور هذه منطقة مهمة مكتظة، يعني هذا الاكتظاظ هذا يأثر أكيد. فتأثر نعم. تأثر بطريقة الخسائر الفادحة اللي راح ممكن تأثر على التجار، وشاهدنا بالسنوات الماضية مجموعة من الأحداث بهذا المجال. الآن هذه الرسالة وصلناها إلى مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية، مشكورة على جهودها اللي تبذلها.